السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة من قناة سارة لاف كروشيه. الفيديو بتاع النهاردة مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت، لان احنا مش هنشتغل حاجة مع بعض النهاردة. النهاردة هنتفرج على الاوردر اللي انا طلبته ولسه مستلماه من شوية، وهنشوف انا طالبة ايه. كلها حاجات ان شاء الله هنشتغل بيها مع بعض في القناة. الاوردر انا طالباه من جروب خيط الكليم بتاع مامة عمر او احلام. هسيب لكم اللينك الجروب بتاعها تحت في صندوق الوصف، وهتلاقوه كمان في اول لينك متثبت تحت. تعالوا نفتح الصندوق مع بعض ونشوف اللي فيه. طبعا انا يعني قبل ما ممسك الصندوق او افتحه، واول ما استلمته من المندوب عقمته علشان ايه؟ الامان، يعني الاحتياطي طول الامان زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده الحاجة كلها. هركن بقى الصندوق على جنب كده ونطلع مع بعض حاجة حاجة ونشوف الحاجة عبارة عن ايه. بس قبل ما نبدأ حابة أشكر كل اللي شجعوني واشتركوا في القناة. بفضل الله القناة في 40 يوم بس تقريبا بقى فيها أكتر من 1000 مشترك، وعشان كده فكرت إن أنا أفرحكم معايا. هعمل مسابقة إن شاء الله هتكون سهلة، والهدايا بتاعتها إن شاء الله هتعجبكم جدا. فلو أنت لسه ما اشتركتيش في القناة أو الجروب بتاعنا على الفيسبوك، ادخلي دلوقتي بسرعة اشتركي، علشان أول الفيديو ده ما ينزل تكوني من أول الناس اللي يوصل لهم إشعار بيه، وتقدري إن أنت تشتركي في المسابقة. يلا بقى دلوقتي مع بعض نروح نشوف الاوردر اللي انا كنت طالباه من احلام. هنبتدي بقى مع بعض حاجة حاجة نطلعها من الكرتونة ونشوف. دي كده كانت اول حاجة موجودة في الكرتونة اهي. اول حاجة هتكلم عليها طبعا التغليف، يعني علشان طباعة، فيعني حط عليها شفاف كده علشان تحافظ عليها، علشان ما تتجرحش الطباعة، ما يجرالهاش اي حاجة. انا طبعا مش اول مرة اطلب من احلام او مامة عمر، انا على طول دايما تقريبا الاوردرات الكبيرة بتاعتي كلها تقريبا منها، فيعني هي بالنسبة لي انا مش يعني مش محتاجة كلام. الطباعة زي ما انتوا شايفين اهو تحفة، الالوان جميلة جدا بصراحة، سمك الخشب حلو جدا. لا يعني بصراحة ما فيش كلام يتقال. احلى حاجة كمان في الخشب بتاعها دايما اللي ما بلاقيهوش في اي حتة، انه المقاسات بتاعت الفتحات بتاعتها مظبوطة جدا للشغل جدا، يعني بصراحة اظبط فتحات بقدر ان انا اشتغل عليها. هو الخشب دايما اللي انا بجيبه من عند احلام. نشوف اللي بعدها. ايطان. الايطان ده بقى ده اللي انا اول مرة ان انا اجربه من عند مامة عمر. انا دايما كنت بجيب من عندها الكليم، اول مرة ان انا اجرب الايطان. التغليف برضو طبعا ان هي حطاه في الكيس كده علشان ما يتوسخش، ما يتنفش من اي حاجة، دي حاجة ممتازة جدا طبعا. اهو الايطان فتلته ممتازة، الفتلة اللي انا بحبها اللي هي اللي ماسكة نفسها، مش الفتلة اللي هي المفرغة، اللي هي تقدري تشتغلي بيها شنطة، تشتغلي بيها باسكت، وهيبقى ماسك نفسه، مش هتحسي ان هو طري ومهمط كده معاكي. ممتاز بصراحة ممتاز. اربع شلات اهم. نشوف اللي بعده. ايطان برضو بس لون تاني، مش الابيض بس اللي حطيته في كيس علشان ما يتوسخش، لا ده كله، يعني حتى ده لونه غامق اهو زي ما انتوا شايفين، ومع ذلك برضو محافظة عليه علشان ما يتوسخش. وهي نفس الفتلة برضو بتاعت الابيض، الفتلة اللي هي اللي ماسكة نفسها دي، اللي بتبقى لمعتها خفيفة، لان انا بحس انه السلسلة اللي لمعته جامدة ده بحس ان هو مش مناسب، يعني ان انا اعمل منه شنط لبالنهار او بوكسات او الكلام ده، بحس ان ده هيبقى انسب. دول
خمس شلات اهو. كل الحاجات دي هنشتغل بيها ان شاء الله مع بعض الفترة اللي جاية. نشوف اللي بعده. تحفة ده قوي. دي ميداليات كده بتتعلق في الشنط، كانت لسه منزلاهم جديد، لسه ما بقالهمش كام يوم منزلاهم. تحفة بصراحة، شكله حلو قوي. ودي ميدالية تانية، وكنت طالبة منها برضو مكنة ساعة، لان انا كان عندي ساعة قبل كده عايزة اشتغلها، بس كنت خدت المكنة بتاعتها اشتغلت بيها ساعة تطريز، فبقى في عندي خشب بتاع ساعة من غير مكنة، فطلبت منها المكنة عشان اشتغل معاكم الساعة. ادي المكنة اهي، خليها بقى على جنب كده عشان ايه ما تتبهدلش. ودي طبعا الصواميل والحاجة بتاعت المكنة. تحفة، ده تحفة. دي دلاية برضو للشنطة كده على شكل ميكي، حلوة جدا. الفرو بتاعها ناعم قوي، وده خشب مش جلد، انا كنت فاكراه جلد، طلع خشب، فده احلى علشان ما يتناش او يقشر او حاجة زي كده. والدلاية بتاعتها الذهبي بتاعها حلو جدا، وخامته حلوة قوي. لا بصراحة الاوردر يجنن. ممكن برضو كل الكلام ده على جنب كده اي حاجة، وانا بعد كده هبقى لما انا بقى بمعرفتي. دي بطانة للشنطة، كنت طالبة منها بطانة شنطة، الشكل اللي هو المانديلا ده منتشر قوي الفترة دي، بس الخامة بصراحة حلوة قوي، قطن، خامتها حلوة جدا، والالوان مزهزهة. لا تحفة بصراحة، هي كل حاجتها حلوة بصراحة، يعني انا مش متفاجئة ان الحاجة كلها حلوة بالشكل ده. تعالوا نشوف، نبقى نجيب مقص عشان نقص الكلام ده. احلى حاجة كمان في احلام انه انت اي حاجة عايزاها هي بتنفذها لك، حتى لو مش حاجة فوري موجودة عندها، انت لو جبت لها صورة حتى من نت او من اي مواقع اجنبية او اي حاجة بتنفذها لك، بتنفذ لك الموديل بتاعها. لو عندها مثلا وشوش خشب ولا اي حاجة طباعة اشكال معينة، وانت عايزة تطبعي شكل تاني، عايزة تطبعي صورة ابنك، عايزة تطبعي صورة بنتك، عايزة تطبعي اي حاجة او شخصية كرتونية مثلا هم بيحبوها، هتعملها لك، ما عندهاش مشكلة في ده. دي وشوش الخشب، ده وش خشب للشنطة، ده موديل جديد كده، هنعمله مع بعض برضو ان شاء الله. هما بيبقوا قطعتين اهو، معرفش الكاميرا مش جايباه كله، فهحاول ان انا احركها لكم كده اهي. هنعمل الموديل ده ان شاء الله مع بعض. يا ريت بس ايه تقولوا لنا ايه اكتر حاجات عايزين ان احنا نعملها مع بعض في القناة هنا. طبعا مش محتاجة برضو اتكلم عن الطباعة، اظن انتم بنفسكم شايفين الالوان طالعة شكلها عامل ازاي، حاجة يعني مفيش بعد كده. وتخانة الخشب برضو اللي هو الستة ملي ده شيك جدا، ونفس المقاسات بتاعت الفتحات بتاعتها اللي هي بصراحة لا يعلى عليها. نشوف اللفة دي كمان. حتى الحاجة مغلفاه الخشب مغلفاه ببابلز، يعني تقريبا خلصت لفة البابلز عليه علشان تبقى مأمناه كويس علشان الشحن، يعني انا ما شفتش حد بصراحة بيقعد يلف كل اللفة اللي هي لفاه ده. وبعدين انا سعيدة جدا بالبابلز دي علشان اقعد افرقعها.
فانا مش هرميهم، انا هقعد افرقع فيهم. كل ما الاقي نفسي زهقانه اقعد افرقع لي شويه. خليهم هنا كده. نفتح بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا الكسترات دي بصراحه انا كنت ما كنتش طالبه منها العدد ده كله، فهي بعت منهم كمان يعني زياده. يعني انا مش عارفه اشكرك ازاي بصراحه يا احلام، الحاجه فعلا تجنن. حتى الكسترات الصغيره هم برضو مغلفاهم بالطبقه اللي هي بتاعه الشفاف دي علشان ما يتبهدلوش، يعني مش مهتمه بس بالحاجات الكبيره لا، وحتى الحاجات الصغيره كمان. والطباعه اهي تحفه بصراحه، انا مش لاقيه كلام اقوله. ودي شكل تاني اهو. لا انا هفتح الاشكال كلها، الاشكال كلها بصراحه احلى من بعض. يعني انا ما اخترتش بصراحه، انا ما نقيتش اشكال معينه، انا قلت لها عايزه اشكال تنفع بنات وسبتها هي تنقيلي. فالاشكال كلها تحفه وكلها جديده بصراحه، حلوه قوي. ده نفس شكل تاني، لان انا لما كنت طالبه منها قلت لها عايزه اتنين شبه بعض، فهي بعتت لي اتنين دول شبه بعض، وبعتت لي الباقيين بقى ايه تشكيل على ذوقها. فلا بصراحه تحفه تحفه يعني. معلش بقى الكركبه اللي انا بقيت عاملاها دي، بس يعني زي ما انتم شايفين كده الكرتونه كانت قد ايه، فما شاء الله الاوردر كبير. تعالوا بقى نشوف الباقي. خلينا نشوف دول الاول كده. دي طبعا الخامات بتاعت الشنطه اللي طالعه ترند قوي الفتره دي، هنعملهم ان شاء الله مع بعض. انا طلبت شكلين، شكل ساده وشكل محفور عليه كوين. هنشتغل ان شاء الله الاثنين مع بعض، هنشتغلهم بغرزتين مختلفين. يعني مش عارفه، يعني هقول تاني ان الخشب ممتاز، وخصوصا بقى يعني الخشب اللي معلهوش طباعه ده لونه اصلا هو كمان لونه تحفه. يعني اللون درجه البيج دي بصراحه درجه ممتازه، وهي مهتمه ان هو يكون في اللي زي كده اللي مفيهوش طباعه انه يكون وشه زي ظهره، علشان انت لما حبيتي تشتغلي على اي وش فيهم او لو جيتي تشتغلي وتلخبطتي ما تبصيش تتفاجئي انه لا الظهر غامق، لا الوش كان فاتح، لا هما اتنين حاجه واحده. وطبعا لو انت عايزه الخشب غامق مش عايزه الفاتح هتعمل لك طلبك، مفيش اي مشكله. فلا بصراحه الحاجه ممتازه. انا يعني مستعجله جدا بصراحه ان انا اشتغل بالحاجات دي، فاستنوا فيديوهات كتيره ان شاء الله الفتره الجايه علشان استخدم فيها الحاجات دي. دي بقى خشب موديل جديد كده للبوكسات، مش عايزه احرقه لكم، بس خلونا ايه لما نشتغلوا مع بعض كده يبقى مفاجأة. بلاش احرق لكم ده هيتعمل بيه ايه. وده الخشب المانديلا. المانديلا ده طالع يعني ترند جدا جدا الفترة دي، سواء ملون طباعة او سواء زي كده. ده حفر بس مش تقطيع، يعني ده حفر، هي الجزء ده خشب اهو، فعلى اساس ان هو لو هيتعمل بيه باسكت مثلا، هيتعمل بيه غطا الباسكت او حاجه، يبقى عليه رسومات وفي نفس الوقت ما هوش مفرغ، ان انت الحاجه بالنسبه لك اللي جوه تتطرب. فلا ممتاز جدا بصراحه. دي اخر حاجه معانا بقى. استنى بس عشان هي مطلوب منها كتير اهي. ده خيط الكليم، انا عشان طالبه بس كذا بكره فهم تحت، فالبكر كان محشور في بعضه. البكر كله جاي متغلف بالستريتش علشان يبقى متحافظ عليه. تعالوا بقى اهم حاجه الفتله، يعني ما علينا بقى من ان هو ملفوف ولا مش ملفوف، اهم حاجه بالنسبه لي هي فتلته. تعالوا بقى نشوف مع بعض. اولا الفتله ناعمه جدا. الخيط انا كنت طالبه منها ان هو يكون خيط وسط، ما يكونش خيط تخين ولا يكون خيط رفيع، فالخيط فعلا وسط.
في المطه اللي هي كلنا طبعا بندور عليها، لان الكليم لما بيبقى بيمط بيبقى مريح جدا في الشو. تعالوا بقى ايه عشوائي كده، اشد حته من جوه واشوف هو نفس السمك من جوه زي من بره ولا ايه. اهو من جوه اهو، هو نفس السمك يعني. لا ما شاء الله بصراحه الكليم ممتاز ممتاز. هو بصراحه الاوردر كله لا يعلى عليه. انا بصراحه مش عارفه يعني اشكر في ايه ولا ايه. الحاجه كلها ممتازه زي ما قلت لكم. هسيب لكم لينك الجروب بتاعها تحت في صندوق الوصف، وهسيبه لكم كمان في اول كومنت، وهسيب لكم كمان لينك الجروب بتاعي على الفيسبوك، لان انا دايما قبل ما بنزل فيديو بكتب على الجروب الفيديو الجاي هيكون عن ايه، فعلشان تبقوا دايما مستنين. هستنى تعليقاتكم ان شاء الله على الفيديو ده، وايه اكتر حاجه عجبتكم، وايه اكتر حاجه عايزين ان احنا نشتغلها مع بعض ومستعجلين عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد.